السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي ومعجبي صفحة فيديو سيا ماروك على الفيسبوك وقناة فيديو سيا ماروك على اليوتيوب. فكما عدتكم في لاباج فيسبوك ديالنا، انني غادي نحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي يكون خاص بطريقة ديال الحساب معاش تقاعد، ولا الشروط اللي خاصنا نديرو باش نستفدو من هذا التقاعد هذا بالنسبة للناس اللي خاضعين لاسينيسيس. قبل ما نبداو في الشرح ديالنا، بطبيعة الحال غادي ديروا معايا هاد الخطوات هادو ضروريين. انت دابا كتفرج ولا انت كتفرجي باش تساندنا وتشجعنا ان شاء الله نحطوا الفيديوهات اخرين ان شاء الله في مواضيع اخرين، غادي تكليكي على ابوني وتكليكي على هذا الجرس هذا باش اي حاجه نحطوها في لاشين يوتيوب ديالنا غادي توصلوا بها. دونك بارطاجيو هذا الفيديو هذا ان شاء الله الاخوان، وغنبداو في الشرح ديالنا مباشره. فكما سبقنا واشرنا في لاباج فيسبوك ديالنا، اننا يعني بزاف ديال التساؤلات على كيفاش كنت يعني كيتحسب لينا داك معاش ديال التقاعد، وشنو هما الشروط اللي خاصنا يتوفروا فينا حنا ك يعني كخدامه ولا ك يعني كشغيله طبقه شغيله، شنو خاص يتوفر فينا باش نستافدوا من هذا المعاش ديال التقاعد اللي كيتعطى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاسينيسيس. حنا كنعرفوا ان الخدمه يوميا كتعطي لنا واحد الاجر شهري ولا اجر يومي على حسب الطريقه باش كنخدموا، ولكن معاها واحد القضيه اللي هي مهمه، ان السنوات ديال العمر ديالنا كدوز، يعني ما ماشي انت كيف يعني كيف راك هذا العام هذا هو العام الجاي، يعني كينقص فيك شي حوايج كيتزادوا فيك شي حوايج، بطبيعه الحال كاين حوايج ايجابيين سلبيين. بطبيعه الحال كتوصل لواحد السن معين يعني ما كتوليش تقدر انك تخدم ولا انك يعني تزاول شي نشاط، داك الشيء غادي ياثر عليك بطبيعه الحال ماديا، ولكن كاين شي حاجه سميتها معاش تقاعد. يعني باش تستافد من هذا معاش التقاعد شنو خاصك دير باش تستافد منه في القطاع الخاص، يعني الناس اللي خاضعين لاسينيسيس، وشنو هما الشروط اللي خاص يكونوا فيك الى اخره. حنا كنعرفوا ان المشغل يعني الباترون زائد الخدام العامل كي يخلصوا اقتطاعات شهريه 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 للسينيسيس، يعني كل شهر يعني كاين اقتطاعات، شويه كيخلصوا المشغل شويه كيخلصوا العامل كيمشيو لاسينيسيس. دوك الاقتطاعات عندهم كاين فيهم اقتطاعات ديال لامو يعني التغطيه الصحيه، والاقتطاعات ديال لاسينيسيس يعني الضمان الاجتماعي. دوك الفلوس اللي كيمشيو من الشركه والمشغل ولا لا يعني المشغل ديالك ولا زائد الخدام كيمشيو لاسينيسيس، فبطبيعه الحال ماشي غادي يبقاو تما، عندهم واحد الفوائد ديالهم انهم لا مرضي ان شاء الله. في فيديو اخر اللي بغى الفيديو الخاص بالتغطيه الصحيه مرحبا بكم، ديروه في التعليق وصافي التعليق دير، راه حنا بغينا الشرح ديال التغطيه الصحيه شنو خصنا نستافدو، شنو هما الادويه، شنو المهم بزاف ديال الحوايج اللي عنده شي تساؤل يحطو تما باش انا نقدر انني ندير فيديو، ولكن بالتفاعل ديالكم باش نعرف بانكم عندكم الغرض تستافدو من الشرح. بطبيعه الحال هذوك يعني هذوك الاقتطاعات كيمشيو لاسينيسيس، عندهم يعني علاش غادي يمشيو ليهم، فمن بينهم واحد الاقتطاعات اللي كيكونوا الون تيرم يعني خاصين بالتقاعد. هاد الاقتطاعات يعني البعيده المدى اللي كيكونوا يعني الاغلبيه ديالهم خاصين بالتقاعد، فشنو خصنا نديرو باش نستافدو من هاد التقاعد. وبطبيعه الحال كاين التقاعد اللي كيكون عادي، التقاعد النسبي، التقاعد حنا في هذا الموضوع هذا غادي نشرحو غير معاش التقاعد ان شاء الله في فيديوهات اخرين. اللي بغاهم التعاليق وصافي، غير علقوا صافي باش ديك الساعه انا نشوف كاين تفاعل، غادي ندير في التقاعد النسبي وغادي ندير حتى الناس اللي ما وصلوش لهاد الشروط هادو واش يعني واش كيربحوا شي حاجه من هاد لاسينيسيس ولا ما كيربحوش. دونك الاخوان ملي يعني كيمشيو الشهريه ديالنا كيقتطعوا منها واحد لاصوم واحد المجموع واحد المبلغ كيمشي لاسينيسيس، فداك المبلغ عنده مزايا ديالو اللي يعني من اهم المزايا ديالو انه كنستافدوا من معاش التقاعد. دابا هاد المعاش ديال التقاعد شنو هما الشروط اللازمه باش نستافدو؟ فالشرط الاول هو ضروره التوفر على 3240 نقطه ديال الاشتراك في صندوق الضمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لاسينيسيس، يعني خاص تكون عندك 3240 نقطه ديال الاشتراك في صندوق الضمان ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني الا بغيتي يعني تستافد من معاش التقاعد، اول شرط اللي هو مهم هو 3240 نقطه اللي خاص تكون عندك ديجا في الضمان الاجتماعي في لاسينيسيس. دونك كيفاش كنجيبوا هاد 3240 اصلا شنو كتعني كيفاش كنجيبوها؟ فهي سهله، حنا كنعرفوا ان انت مثلا واحد الشهر كتخدم فيه 26 يوم، واحد الشهر كيديكلاريو لك في لاسينيسيس 24، واحد الشهر كيديكلاريو لك 25، واحد الشهر 23 يوم، واحد الشهر 25 يوم، ولا انت اصلا كتشد 26 زائد 26 زائد 26 زائد 26، ولا كاين اللي كيديكلاريو ليه 7 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام، يعني شحال ما ديكلاريتي ديال الايام
اراه يعني كتعطي لك نقط، يعني بواحد اللوجيك ديال لا سينيسيس، المنطق ديال لا سينيسيس كيقول لك يوم من العمل يساوي نقطة. يعني دابا تخيل معايا الناس دابا هنايا شكون اللي كيتضرر في هذه القضية هذه؟ كاين بزاف ديال الاخوان غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا غادي يقولوا حنا راه كيديكلاريو لينا غير بسبع ايام، اربع ايام، خمس ايام، ثلاث ايام، كاين اللي كيديكلاريو ليه بيومين في الشهر، يومين ديال الخدمة في الشهر، هذا راه ما يجي يوصل 3240، حتى خصو يعيش 36 36 قرن، ماشي 36 سنة. يعني ماشي باش يوصل لهاد 3240 راه صعيبة، يعني خاصو سنين وسنين. لك انا كنهضر على الناس اللي كيديكلاريو ديك يومين ثلاث ايام اربع ايام، راه اخويا ما توصل انت باش تستافد من المعاش، خصك تعيش ثلاثة ديال القرون عاد باش تستافد من هاد المعاش على هاد الحساب. دونك الاخوان الناس اللي كيديكلاريو ليهم 26 زائد 26 ولا 50، المهم هادو ما عندهم مشكل، يعني نورمال، حيت البلافون يعني الحد الاقصى ديال النهار اللي خاص يديكلاريو في الشهر هو 26 يوم، اما الحد الادنى هو نهار، يعني نهار يومين ثلاث ايام شحال ما ديكلاراو لك، يعني على حساب الخدمه. اما اللي يعني اكثر عدد خاص يديكلارا به هو 26 يوم، ما تقدرش تفوت 26 يوم، يعني ما تقدرش دير 28 ولا 29، ضروري 26 صافي ما تدوزهاش. دونك بطبيعه الحال ملي كتجمع داك الشيء 26 يوم زائد 25 زائد 26 راه كتوصل 3240، والحمد لله باش الناس دابا يوليو شويه واعيين، يعني يولي واعيين وعارفين الحقوق ديالهم. لا سينيسيس راه حلت لهم واحد البلاتفورم، يعني واحد الموقع في الانترنت، يعني تقدر انك تجي ان شاء الله الاخوان اللي بغى الشرح ديال داك كيفاش الطريقه كيفاش نتحصلوا على داك الكود، نوليو نراقبوا راسنا نشوف واش نيشان كيديكلاري لنا ب 26 يوم ولا 5 ايام ولا 6 ايام. ما عليك غير دير تعليق في يعني في الوصف لتحت، دير تعليق في الخانه ديال التعاليق، انا غادي نشوف بزاف ديال يعني باغي الناس يعرفوا كيفاش، غادي ندير لكم فيديو، يعني داكشي ساهل عندي ما كاين مشكل. دونك الاخوان بارطاجيو ونكملوا الشرح ديالنا. فمنين كان يعني كنجمعوا دوك النهوره كنوصلوا لواحد البلافون اللي هو 3240، بيان سيغ راه ماشي صافي الا وصلتي 3240 راه زعما راه ما خصكش تزيد، لا بالعكس زيد، حيت كاين المزايا ديال هاد الزياده غادي نشوفوها ان شاء الله شنو هما دوك المزايا ديال هاد الزياده هادي. فهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني، الشرط الثاني ان سن التقاعد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو 55 سنة. الناس اللي خدامين في المناجم، يعني اللي خدامين في المناجم، الناس اللي خدامين في المناجم راه عندهم الحق يستافدوا من التقاعد منين يوصلوا ل 55 سنة. أما الناس اللي خدامين عادي في الشركات والمصانع راه ما عندهم الحق في التقاعد حتى يوصلوا 60 سنة. يعني أنت دابا اللي كتفرج معايا خدام في البيرو راه ما عندك الحق في التقاعد حتى توصل 60 سنة. يعني في هذا المعاش ديال التقاعد، ماشي التقاعد تقدر يعني قبل ولا على حسب، اما المعاش ديال التقاعد راه ما تستافد منه حتى 60 سنه. دونك جوج ديال الشروط عقلوا عليهم، 3240 نقطه زائد السن اللي هو مهم، 55 سنه الناس ديال المناجم و 60 سنه الناس العاديين اللي خدامين في المصانع والشركات. كما قلنا الشرط الثاني ف 55 سنه الناس اللي خدامين في المناجم يعني باش يستافدوا من معاش التقاعد، والناس اللي خدامين عاديين في المصانع والشركات 60 سنه. فهذا هو الشرط الثاني، ولكن ركزوا معايا على هاد النقط هادو الاخوان اللي هما جد مهمين، هاد النقط يعني اللي غادي نقول دابا. فالنقطه الاولى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيعتمد على 96 شهر الاخيره، يعني دابا نتايا كشغيل ولا نتيا عفوا انت كخدام ولا نتيا كخدامه ولا عامله في احد المصانع ولا الشركات، فمني كتجي توصلي لسن التقاعد فمني كيوصلوا لك لا سينيسيس باش يحسبوا لك المعاش ديالك راه ما كيعتمدوش على هذيك 20 سنه اللي خدمتي كامله ولا 30 سنه اللي خدمتي كامله ولا 70 ولا ما نعرف شحال اللي خدمتي، راه كيعتمدوا غير على 96 شهر يعني الاخيره، هي عليها كيطبقوا هاد الحسابات هادو اللي غادي نشوفوا ان شاء الله. وهاد الطريقه هذه يعني ركزوا معايا، كاينين الناس يعني بين قوسين، يعني هذه بين قوسين، كاينين الناس اللي ما كيمشيو يزيدوا في الضمان الاجتماعي حتى كيعرفوا راسهم وصلوا لديك 52 سنه ولا 51 سنه، ديك الساعه كيوليو يزيدوا في يعني في التصريح ديال الاجور ديالهم حتى للحد الاقصى، يعني هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو غير يستافدوا من المعاش. هذا الشيء راه متداول عندنا في المغرب بطبيعه الحال. ف يعني كتعرفوا ان السينيسيس كتعتمد غير على 8 سنين الاخيره، يعني 96 شهر الاخيره. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه ان مبلغ المعاش هو 50% من معدل الاجر الشهري. ركزوا معايا، معدل المعاش هو 50%، غادي تشوفوا المثال ديك الساعه غتفهموا، ولكن هاد النقط هادو كتبوهم باش ملي نمشيو للمثال يكون عندكم هاد الارقام هادو ملي غتشوفوا نطبقوهم ما تقولوش منين جاوا. ف 50% داك هو مبلغ المعاش
وبطبيعة الحال هذا مبلغ المعاش كيرتفع ب1% عن كل 216 نقطة إضافية. يعني دابا انت ملي كتوصل للبلافون ديال 3240 نقطة، فهنايا وصلتي للحد الأقصى ديال عفوا الأدنى ديال يعني ديال لاسينيسيس، ولكن راه خاصك كاين الناس اللي كيدوزوه بزاف ديال النقط، دونك دوك النقط اللي يعني اللي كيكونوا اكثر من هذا الحد الادنى راه يعني ما حشومه يضيعوا غير هكاك وصافي. دونك لا سينيسي شنو دارت؟ قالت لك اسيدي عندك واحد الزياده على ديك 50% في كل 216 نقطه، عندك 1%. يعني ان شاء الله ملي غتشوفوا في المثال غادي تشوفوا يعني غادي تفهموا الشرح مزيان، ولكن ركزوا معايا هذا الحد الاقصى ما غاديش يدوز 70%. يعني 50% يلا تبقى تزيد 1 زائد 1 زائد 1 حتى توصل ل70. يعني عندك حد اقصى هو 20% تاع الزياده، يعني ما تقدرش تزيد اكثر من 20% ديال الزياده. هذه بالنسبه لمبلغ المعاش. ومبلغ المعاش الاقصى هو 4200 درهم كيف ما كان عدد النقط ولا الاجره الشهريه ديالك. يعني يا خويا الا كنت كتخلص من عرف واحد المبلغ ديال مليون في الشهر، راه ما غادي تستافدش من 5000 درهم ولا 6000 درهم في المعاش، راه غتستافد غير يعني الحد الاقصى ديالك هو 4200 درهم. هذا هو المشكل ديال لاسينيسيس. هذا هو الناس يعني علاش كيقول لك حنايا لاسينيسيس ما غاديش تنفعنا في المعاش ديالنا. يعني واحد كيتخلص 2 المليون 3 المليون ودير ليه لاسينيسيس، راه ما يعني بحال كضحك عليه في الاخر، تخلي ليه 4200 درهم وهو كان كيتخلص 3 المليون سنتيم. يعني شويه ما كاينش حتى المنطق هنا يعني نهائيا. دونك راه ما غاديش تدوز 4200 درهم واخا تشد 10 المليون في الشهر تصرح بهم لاسينيسيس. يعني هذيك ركزوا عليها مزيان، عقلوا عليها مزيان، راه مستحيل. وان شاء الله حنا كنا كنسمعوا، والله اعلم، كنا كنسمعوا ان لاسينيسيس غتطلع البلافون 8000 درهم وتولي هاد 4200 درهم غادي تطلع حتى هي، لاني لحد الان ما كاين والو. لحد الان يعني 4 غشت 2019 هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. فالاخوان غادي نشوف واحد المثال باش نفهموا مزيان شنو قلنا، هادشي هاد المعلومات هادو اللي قلنا ونطبقوهم ستيلو ورقه غتطبق معايا وغتفهم كلشي. فركزوا معايا مزيان في هاد المثال هذا باش نفهموه مزيان. فقلنا هاد السيد هذا عنده 3600 درهم للشهر، ياك غادي نضربوها في 96 شهر. هاد السيد هذا فات 8 سنين الاخرى هز 345600 درهم، ياك هادشي اللي هز في هاد 8 سنين الاخرانيه. دونك كنشدو هاد المبلغ الاجمالي في هاد 8 سنين كنقسموه على 96 شهر. يعني اللي قلنا لكم هذاك هو المعيار باش كيحسبوا المبلغ ديال المعاش، وكتخرج لينا 3600 درهم. هذا هو المثال الاول. يعني تقولوا لي راه ما بحال قسمنا، ولكن راه كاينين بعض الناس ماشي كلهم كيبقى لهم نفس الثمن. كاينين الناس اللي عندهم راه هذا الشهر هذا والشهر اللي فات والشهر اللي فات كل شهر كيهز واحد الثمن على حسب السويع اللي كيخدم، على حسب المبلغ للساعه. يعني ماشي كلشي بحال هكا. كاين الناس اللي كتلقى عندهم واحد الثمن ستابل كيجيب 10 سنين هو هكاك. كاين الناس اللي عندهم كل شهر وكيفاش نهار شهر طالع شهر هابط شهر، يعني داير بحال الميبيان ديال البورصه. دونك غنشوفوا حنا هاد الامثله كاملين، غتشوفوا حتى الناس اللي كتخلصوا اكثر من مليون يعني سنتيم، ولا غتشوفوا هاد الامثله. المثال الاول هو هذا. فشنو غنديروا؟ غنهزوا هاد 3600 درهم غادي نضربوها في 50%. شنو قلنا منين جبنا ديك 50%؟ جبناها سيدي حنايا غير من الاخر، غير من القانون. القانون كيقول لك راه كضرب في 50%. دونك هاد السيد هذا غادي يخلص، يعني غيولي كيتخلص غيبقى يشد في التقاعد ديالو 1800 درهم. يعني هذاك اللي كان مثال، هذاك اللي كان كيهز كل شهر 3600 درهم 3600 درهم لمده 96 شهر قبل التقاعد، راه غادي تجي ليه في التقاعد ديالو 1800 درهم. بطبيعه الحال الا كانوا عنده النقط ديال لاسينيسيس عفوا هما 3240 نقطه، يعني يوم الايام مصرحه خاص يكونوا 3240. الا عنده زياده ديك الساعه كنشوفوا لا ماجوراسيون. غادي تشوفوا دابا شنو غيكون في المثال الثاني. فالمبلغ ديال المعاش الشهري هو 1800 درهم بهذه الطريقه. شوفوا مثال اخر يعني باش نفهموا مزيان. عندنا واحد الخدام خدم عفوا كيتقاضى 3600 درهم حتى هو، يعني هذا السيد حتى هو كيشد 3600 درهم للشهر، ولكن كاين واحد التغيير هنايا. حتى
هاد السيدة دخل يعني قال لك سيدي 3600 درهم هي ما تغيرت هذه 120 شهر نفس الثمن كل شهر، يعني علاش كاين فعلا نعرفوا واش تغيرت ولا لا باش نشوفوا ديك الساعة واش نقدروا نقسموها على 96 ديالنا، ولا إلا تغيرت غير بواحد الشهر ولا شي حاجة خصنا نحسبوا هذه زائد هذه زائد، يعني غادي تشوفوا في المثال الآخر الرابع ولا الثالث غتشوفوا كيفاش. دونك في هذا الشهر هذا قال لك سيدي عنده 4536 نقطة. ها هنايا داز البلاغ، يعني داز المعيار اللي هو 3240 نقطة. إذا عنده هنايا التقاعد ديالو ماشي غادي يكون نص، يعني 50% غادي يكون نص زائد شي حوايج. كيفاش غادي نحسبوا هاد يعني هاد الآخر هاد الزيادة ديالو؟ حنا عارفين أن 3600 درهم إلا ضربناها في 96 شهر غادي تجيب لنا هاد الثمن هذا وهداك، حنا عارفين حتى لهنا. دابا ما عارفينش هاد 3600 درهم في شحال غادي نضربوها في المية باش نعرفوا شحال غيجي ليه في التقاعد ديالو. حنا عارفين بأن كل 216 يعني يوم زيادة ولا 216 نقطة زيادة على ديك 3240 كتعطينا 1% ديال الزيادة، يعني لقينا 216 يوم زيادة على ديك 3240 كتولي لنا 51%، عاود واحدة أخرى زيد 52 وحنا غاديين. دابا ولكن ديك الزيادة عقلو مزيان ركزوه راه ما تنساوش محدودة في 20%، يعني 1+1+1+1 حتى توصل 20% باش تجيب لك 70%، يعني 50% زائد 20% تجيب 70%، عقلو عليها مزيان يعني كنذكركم بها باش ما تنساوهاش، راه في حدود 70%، يعني عندك 20% ديال الزيادة على 50 صافي ما غاديش دوز 70%. دونك عندنا 4536 نقطة اللي خدم داك السيد ناقص البلافون ديال لا سينيسيس كيعطي لنا 1296، يعني هاد السيد هذا زاد على القانون يعني على الحق ديالو باش يستافد من التقاعد زاد عليه 1296. دونك كنشدو هاد 1296 كنقسموها على 216 كتعطي لنا 6%، 1296 كنقسموها على 216 كتعطي لنا 6 يعني 6. دونك هاد السيد هذا زايد على 50% ب 6، دونك 50% زائد 6 كتعطي لنا 56، يعني باش نحسبوا هاد التقاعد ديال هاد السيد هذا معاش التقاعد ديالو غادي نشدو 3600 درهم غادي نضربوها في 56% غادي تعطي لنا شحال غادي تجي لهاد السيد هذا، يعني 3600 درهم اللي حسبنا ياك هي فوا 56% كتعطي لنا 2016 درهم. هذا هو التقاعد ولا المعاش ديال التقاعد الشهريه اللي غتبقى ليه لهاد السيد هذا. شتو هذا على الفرق ما بينه وبين الاخر؟ هذاك الاخر خدم غير البلافون ديالو 3240 يوم، هذا خدم 3000 عفوا 4000 وشي حاجه، دونك كاين واحد الفرق. انا السينيسيس باش تميز هذا على هذا زاد شويه، ولكن بالنسبه يعني باش نكون واقعيين يعني شخصيا بعد هذا راه ما يقنعك بوالو، يعني الصراحه واحد تبقى ليه واللي خدام ب 2000 درهم 1000 وشي حاجه شنو يبقى ليه 1000 1100 درهم 1050 درهم، يعني شنو غتجي لي 1050 درهم للشهر؟ راه ما تكفي ليه حتى البوطه والكاز صراحه توقع. دونك نمشيو للمثال، احنا عارفين ان المعاش الشهري ديال دابا هذا المثال الثاني هو 2016 درهم. المثال الثالث يعني بزاف ديال الناس كيتسائلوا هذا، الاكثر ديال الناس كيتسائلوا عليه بزاف. عندنا واحد الخدام في شركه كيتقاضى شهريا 9000 درهم يعني صافيه بيان سور، يعني هاد 9000 درهم ديالو قال لك سيدي هو 105 الشهور هو كيشد نفس الثمن 9000 يعني ما عنده داك الشيء ستابل عنده لمده 105 شهور، حنا كيهمنا غير 96. اذا هنايا محتارم الاخر ديالنا نقدروا نضربوا هذيك الساعه غير في 96 بلا ما نبقاو نحسبوا هذا زائد هذا زائد هذا كما غتشوفوا المثال الرابع. ف هاد السيد هذا الا شفنا هنايا كيتقاضى 9000 درهم، هذا هو السؤال يعني اللي كيحير شويه الناس ولا كيتسالوا فيه، كيقول لك انا كنتخلص اكثر من 7 من مليون اكثر من يعني من 6000 درهم اكثر من، حنا عارفين بان القانون ديال لاسينيسيس هو 6000 درهم، يعني البلافون ديال لاسينيسيس دابا غادي تعرفوا علاش ديك 6000 درهم. علاش في لامو ما كيهمش 6000 درهم واخا تكون دير تما دير حتى 70000 درهم دير شحال ما بغيتي، ولا اني في ملي كتمشي تعمر ديك الخانه ديال لاسينيسيس هذيك لا هذيك 6000 درهم ما تقدرش دير تما اكثر من 6000 درهم. علاش؟ الاخ ديالي ولا الاخت ديالي هنا في المعاش غادي تشوف فين كاين الاشكال. فملي كنمشيو نحسبوا
كنشدو 6000 درهم الاخوان، ما غاديش نشدو 9000 درهم، حيت حنا عندنا البلافو هو 6000 درهم ماشي 9000 درهم. يعني سواء كنت كتخلص 2 المليون 3 المليون 4 المليون 5 المليون 7 المليون راه كيحسبوا لك غير 6000 درهم، حيت الا مشيتي للتصريح ديال الاجور ملي غتمشي تهز ديك الورقه ديال الاجور يعني بالنسبه للمشغل ديالك راه كيصرح لك تما القانون كيقول لي انا دير لي هذاك غير 6000 درهم، ما ديرليش تما 70000 درهم ولا 80000 درهم ولا 90000، دير لي غير بالنسبه للسينيسيس هنايا كي يعني كت عندها علاقه بالمعاش، هذيك 6000 درهم عندها علاقه بالمعاش. دونك الا كنتي كتخلص 2 3 المليون ما تستناش اخويا تخلص من دي التقاعد، غادي تبقى لك مليون و500 سنتيم، راه غتبقى لك ها شنو غيبقى، غتبقى لك 6000 درهم وبيان سور كنضربوها في 96 شهر كتجيب لنا هاد الحسابات هادو نيشان، حنا عارفين دابا هادشي ما بقوش نعاودو ليه، اخرها 6000 درهم. دونك كنشدو ديك 6000 درهم حتى هي كنضربوها في 50% غتخليك اخويا 3000 درهم. وإلا عندك شي نقط ديال الزيادة ديك الساعة، يعني إلا عندك شي نقط ديال الزيادة كتر من 3240 ديك الساعة حتى أنت بحالك بحال الناس غتبقى تزيد 1 زائد 1 زائد 1 حتى توصل ب 70%، يعني ما عندكش الحق تدوز 4200 درهم. هذا السؤال اللي سولوني عليه بزاف ديال الناس. دونك الإخوان هذه هي الطريقة باش تعرفوا صافي، ما كيشدوش ديك 9000 درهم هي اللي كيضربوا وكيخليو لك البلافون 4200 درهم، لا ما كيخليوش هكا، ماشي بحال هذيك الطريقة الإخوان، راه 6000 درهم البلافون ديالك هو 4200، سواء كنتي كتخلص 6 المليون سواء كنتي كتخلص 3000 درهم، يعني على حساب شحال ما كنتي كتخلص فالبلافون ديالك هو 4200 درهم. الاخ ديالي ولا الاخت ديالي، دونك تشوفوا المثال الرابع. المثال الرابع هنا في المبلغ الشهري هو 3000 درهم. المثال الرابع هو اللي كاين بزاف، عاوتاني حتى هذا راه كاين بزاف، عندنا واحد العامل في شركه كيتقاضى رواتب مختلفه، يعني ماشي 3000 درهم كل شهر ولا مره يتقاضى 1500 درهم مره 4000 درهم مره 6000 درهم مره 5000 درهم كل شهر، بشحال كيتصرح ليه في لاسينيسيس، ولكن عنده يعني عنده النقط ديالو جايبه على 6240 نقطه. كيفاش كنحسبوا؟ عندنا واحد المثال شدينا، انا شديت شي ارقام يعني بحال واحد الخدام، الاكثريه الناس اللي كيخدموا في الشركه ديال الفلاحه ديال لاغريكولتور الى اخره، هذوك كل شهر كيفاش شحال على حسب الساعات والثمن ديال الساعه، كل شهر شحال كيصرحوا ليه، مره ب 1900 درهم مره 2500 مره 2600 مره 2475 وانت كتصرح. دونك كيشدوا شهورات 96 شهر الاخيره، كيشدوا الشهر الاخر زائد شهر 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 حتى المهم حتى كيحسبوا 96 شهر، الا حسبتوا هادو هنايا كاملين هذا زائد هذا زائد هذا غتلقاوهم 96 شهر. دونك ديك 96 شهر كيجمعوا هادشي كامل كيعطي لي 255815000 درهم. كنشدوها كنقسموها على 96 كتعطينا 2664 درهم فاصله 74 سنتيم. هذيك 2664 درهم فاصلة 74 سنتيم كنضربوها في 50% كتعطي لنا، هذا هو المعاش ديال داك السيد اللي عنده كل شهر شحال كيتخلص على حسب، هذه هي الطريقة باش كيحسبوا ليهم. دونك كيشد 1332 درهم فاصلة 37 سنتيم، هذا هو المبلغ الشهري ديال ولا المعاش الشهري ديال هذا السيد هذا. دونك الاخوان شفنا اربعة ديال الأمثلة يعني اللي متداولين واللي كاينين واللي محتاجينهم بزاف فيكم. وكان الاخوان كيكون هنا في هذا المعاش ديال التقاعد كيكون واحد الاشكال كبير، خاصه الناس اللي كيتخلصوا 3000 درهم 4000 عفوا 40000 درهم 30000 درهم في الشهر، يعني واحد كيتخلص 3 المليون سنتيم في الشهر راه باش تجي تخلي ليه انت 3000 درهم وبقى عاده عادي لا عنده شي نقط ديال الزياده عاد توصل ليه 4200 درهم شويه ما دخلش العقل، على داك الشيء كيمشيو كيزيدوا بعض صناديق اخرين بحال لاسيمير. دونك الاخوان اللي بغينا نشرحوا لاسيمير وشنو العلاقه ديالو بالمعاش ديال التقاعد، مرحبا بكم ديروا لتحت في التعاليق، يعني ملي كنشوف التعاليق بزاف وكنشوف البارطاج والفيديو كيجي بزاف ديال لي في غادي ندير فيديو ان شاء الله، فيديو ديال لاسينيسيس يعني البلاتفورم كيفاش كتشوف النقط ديالك، كيفاش يعني كتعرف شحال عندك من نقطه، كيفاش كتعرف شحال غادي يبقى لك في المعاش على داك الشيء اللي ديكلاريتي به الى اخره، غادي تشوفوه في واحد الفيديو مور هذا غير يوصل 10000 في ان شاء الله، غادي تشوفوا داك الشيء، بارطاجيو وبارطاجيو وسمحوا لينا الا طولنا عليكم وشكرا.